بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء من اليوم ولعدة أسابيع مقبلة هنتكلم عن ثورة 30 من يونيو. كيف حدثت؟ موقف القوات المسلحة، القوى الشعبية، الشرطة، كل خطوة تمت خصوصا في الأشهر التي سبقت الثورة هنحاول نتناولها. ليه؟ احنا لما بنتكلم عن ثورة 30 يونيو دي مرحلة نضالية سيكتب عنها التاريخ الكثير. يمكن بعض الناس متصورة ان المسألة يعني بسيطة وشن الإخوان بجرة قلم. لا لا، الجيش المصري بقيادة القائد العام في هذا الوقت الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والشرطة المصرية بكل وزرائها من بدايات ما بعد 25 يناير إلى اليوم أو إلى ما قبل 30 يونيو كانوا أيضا على قلب رجل واحد مع الجيش، مع القوات المسلحة. احنا بنذكر الأجيال ونقول لهم ماذا حدث، وهنفضل نذكرهم ونكلمهم كثيرا في محاولة لمواجهة الزيف والكذب والخداع. الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس وليد التوقيت أو اللحظة، ولم نفهمه أو نعرفه عندما تولى رئاسة الجمهورية. نحن نفهمه وندرك ماذا قدم منذ أن كان رئيسا للمخابرات الحربية بدرجة لواء. سلسلة تاريخية من الكفاح والنضال من أجل أن تقف الدولة الوطنية المصرية على قدميها، من أجل أن نستعيد بناء المؤسسات، ومن أجل أن نحافظ على مؤسسات الدولة في وقت كان الكل مش بس الإخوان يسعى إلى تقويض الدولة تارة بشعارات ما أجملها، وتارة بمؤامرات كانت تجري من خلف ستار، وتارة بصدامات كانت تفتعل مع المحكمة الدستورية ومع القضاء ومع الشرطة ومع الجيش. كل المسيرة دي كان دايما جيش مصر العظيم بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي، ربنا يديله الصحة ويجزيه خيرا على ما فعل، ومن بعده القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي ورئيس الأركان صدقي صبحي وقادة الأفرع الرئيسية، وقبل كده المجلس الأعلى للقوات المسلحة. في هذه الفترة الناس دي حمت البلد، الناس دي حطت روحها على كفها وحمت مصر، لا طمعا في سلطة ولا موقع ولا منصب ولا ثروة، إنما من أجل هذا الوطن. واللي بيغمى عينيه ومش شايف ده عمره ما هيشوف حاجة في البلد. احنا بنتكلم إذا ما قلناش لمن وقف إلى جانب البلد دي وادناه حقه في حياته يبقى احنا ناس بننكر الجميل. الشعب المصري كله كان بيقول للسيسي يلا احنا معاك واحنا وراك، ولما خرجوا في 30 يونيو كان شعارهم يا سيسي انت رئيسي. ومع ذلك لم يحسم الامر الا في 26 مارس 2014، مسيرة من التاريخ المفعم بالأسرار وبالمواقف، مواقف الرجال. أتمنى أن احنا نستطيع أن نقدم لكم بعضا من هذه المواقف، بعضا من هذه الأسرار، وكثير من الأسرار لم يكشف النقاب عنها، ولو كشف النقاب عنها لأدركتم أن كل ضابط وكل جندي هو بطل حقيقي
قاتل من أجل هذا الوطن وناضل من أجل هذا الوطن. على كل حال، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورة رعد 5 بالذخيرة الحية، والتي تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، واللي استمرت عدة أيام بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. تقرير ثم نعود إليكم. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورة رعد 5 بالذخيرة الحية، والتي تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والتي استمرت لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. وتضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم. وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي والمدفعية، كما قامت العناصر المدرعة والميكانيكية بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة. وقام القائد العام للقوات المسلحة بفرض عدد من المواقف الطارئة للقوات المشتركة بتغيير أهداف الرمي، وتم إصابتها بدقة وكفاءة عالية. وفي نهاية المرحلة نقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الشمالية العسكرية في تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. وأشار القائد العام إلى قدرة مصر على التعامل مع مختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية التي ترتبط بأمن واستقرار الوطن، مشيرا إلى القدرة على التعامل مع كافة التحديات الداخلية والعدائيات الخارجية لمختلف القضايا، وأكد على ضرورة الحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار. وكانت المراحل الأولى للمناورة قد تضمنت تنفيذ عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية حدودية بواسطة عناصر من القوات الخاصة وتطهيرها من العناصر الإرهابية وتحرير الرهائن وعودة الحياة إلى طبيعتها. وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد مرحلة دفع القوة الرئيسية واقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتحقيق المهمة المباشرة، حيث تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة،
ثم التحرك لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة في التوقيتات المحددة. وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط المشاركين بالمناورة في أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها، مشيدا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة في المناورة، وطالبهم بالحفاظ على المستوى الراقي والاحترافية في الأداء والثقة العالية بالنفس التي وصلت إليها العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات. لا حديث للناس في مصر إلا قضية سد النهضة. طبعا بالنسبة لنا قضية حياة أو موت. قضية سد النهضة هي العنوان الأبرز كمان في الصحف العالمية، خصوصا أن في تعنت أثيوبي واضح وفي إجراءات منفردة للملء الثاني زي ما احنا بنشوف. وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي قالت النهاردة أن مشكلة سد النهضة ليست مشكلة قانونية أو فنية فقط، وإنما انعدام الإرادة السياسية من جانب أثيوبيا في الوصول لحل لمشكلة السد. طبعا تصريحات وزيرة خارجية السودان جاءت في محاضرة استضافها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا بعنوان سد النهضة، التحديات والآفاق والحلول. الوزيرة آمل قالت كمان في كلامها أنه لم يكن في الحزبان مع كل الدعم والعلاقة القوية بين السودان وأثيوبيا، والعلاقة القوية بين البلدين اللي بتربط كمان رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن أثيوبيا تطعننا في الظهر. وقالت للأسف ده اللي حصل السنة اللي فاتت عندما قامت أثيوبيا بالملء الأول ولم تشارك السودان المعلومات في ذلك الأمر، ورفض الجانب الأثيوبي إعطاء أي معلومات إلا باتفاق قانوني وملزم. طيب أبي أحمد كما قالت الوزيرة لم يكلف نفسه أن يرفع سماعة التليفون ليخطر صديقه رئيس الوزراء السوداني بأن الملء الأول حيحصل. وقالت كمان مسألة تحول السد لخطر أو إمكانية أن يكون سلاح ضد السودان تمت في واقع الأمر العام الماضي، وأكدت أن هناك تلاقي كامل بين الرؤيتين المصرية والسودانية، وهناك توافق سياسي على مستوى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيسي الوزراء في البلدين. وقالت أن أهمية الوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة قبل الملء الثاني محور مهم جدا وأساسي في التنسيق المصري السوداني. ده كلام الوزيرة السودانية، واللي بيأكد بالفعل على وحدة الموقف وأن في ما بين مصر والسودان اتفاق على خطورة ما يحدث. وعشان كده يمكن كان اجتماع مؤتمر أو لقاء وزراء الخارجية اللي بمقتضاه تم عمل مذكرة موحدة لترفع إلى مجلس الأمن والجهات المعنية. لازم أثيوبيا تعرف أن قضية السد بالنسبة لنا قضية حياة أو موت، ولازم المسؤولين الأثيوبيين يدركوا إن إحنا مش هنفرط في نقطة مية واحدة. إحنا بنلجأ لكل الخيارات السلمية، ما بنصعدش رغم إن الشارع عايز الحرب بكرة، لكن ما بنصعدش. القيادة السياسية بتتعامل بحكمة مع هذا الأمر، وقعدت واتجهت للمجتمع الدولي واتجهت للجامعة العربية واتجهت للاتحاد الإفريقي، وتريد إن الرباعية تحط إيدها في هذا الموضوع، وبنعمل كل المستحيل. لكن حذاري من المساس بالأمن المائي المصري، حذاري من أن تغريكم الحكمة في التعامل مع الأزمة فتمضوا في هذا الطريق، طريق الضلال والاعتداء على الحقوق. حذاري من الاستهانة بمصر وموقفها وقدرتها. مصر الآن تلجأ للخيار السلمي حتى الآن، لكن بكرة أو بعده مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بأن تفرط في متر مكعب واحد من المية. انسوا هذا الكلام. أتمنى بالفعل أن يراجع المسؤولون الأثيوبيون موقفهم
ويتوقفوا عن الملء الثاني إلى أن نصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد الملء والتشغيل. قضية عودة العمالة المصرية إلى ليبيا هي أحد القضايا الهامة التي يجري مناقشتها حاليا بين البلدين. كلنا عارفين أنه في ما يزيد على 2 مليون عامل مصري كانوا متواجدين في ليبيا قبل 2011. النهاردة العدد نزل، ممكن يبقى 30,000 40,000 حاجة بالشكل ده، وبيتواجدوا بشكل غير منظم. السلطات الليبية كانت بتطالب منذ فترة بعودة العمالة المصرية، وجرى لقاء بين وزير القوى العاملة السيد محمد سعفان ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد اللي بيزور مصر حاليا. مصر حددت عدة شروط لعودة العمالة، من بينها: واحد، الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتحديد الاحتياجات الليبية من التخصصات المهنية المطلوبة. اثنين، ضمانات لحصول الشركات المشاركة في المشروعات الليبية والعمالة المصرية على مستحقاتها. ثلاثة، الاتفاق على آليات محددة للحماية والتأمين ضد المخاطر. أربعة، تسهيل تحويل الأموال عبر البنك المركزي المصري. خمسة، توفير الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وإمكانية إلحاق أسر العاملين. ستة، عمل بوليس التأمين لكل عامل لضمان عدم تعرضه لأي مشكلات مع جهات العمل أو الشركة التي سيعمل معها. سبعة، الوزير اللي بيأكد أن عودة أو العمالة وأن عقود العمالة المصرية في ليبيا لن تقل في مزاياها عن عقود عملهم في الدول العربية الأخرى، كما لن تقل الحقوق والمزايا عن العقود المماثلة للعمالة الليبية. ده كلام كويس قوي الحقيقة، وده هيفتح الطريق أمام مئات الألاف من المصريين أنهم يذهبوا إلى بلدهم الثاني ليبيا. وأعتقد أن الحالة الآن حالة الاستقرار بالذات في مناطق متعددة في مقدمتها المنطقة الشرقية هي حالة تتسم بالهدوء. الليبيين يأمنوا المصريين كثيرا، العمالة المصرية دايما ما يعني بتكون عند مستوى المسؤولية وعند مستوى الثقة. فإحنا بنتمنى بالفعل أن نشهد في الفترة القادمة أعداد كبيرة من العمالة المصرية تذهب إلى هناك مع ضمانات الحقوق. وأنا بحيي السيد وزير القوى العاملة المصري على هذه الشروط التي وضعت، هي ليست شروط ولكن هي تفاهمات بين بلدين شقيقين. نيابة الأموال العامة أحالت السيد مجدي راسخ رئيس مجلس شركة ناشونال جاز الأسبق، وهو صهر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأيضا محمد هاني أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشونال جاز الأسبق، وحسام رضا جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشونال جاز الأسبق، وجميعهم هاربون. أحالتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز 1 مليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول، وهي قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين. جاء أمر الإحالة الذي أعده المستشار أحمد مسعود رئيس نيابة الأموال العامة أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشونال جاز والممثلين القانونيين لها أخلوا عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات اللي بيفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة والهيئة العامة للبترول بتحصيل قيمة الغاز المباع للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة وفقا للعقد. حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 17 يوليو المقبل لنظر محاكمة المتهمين. أخبار سارة تتصدر منشط أخبار اليوم الصادر غدا. بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات 175 جنيها حافزا إضافيا لنحو 4.5 مليون موظف مع مرتب يوليو و13% زيادة
في المعاشات، وده الحقيقة كلام مهم قوي. حديث عاملة أخبار اليوم مع وزير المالية اللي بيتكلم فيه عن هذه الأمور. الحقيقة قضية المصريين العاملين في الكويت والسعودية والعديد من دول الخليج في مشكلة، في مشكلة، والمشكلة دي تكلم عنها كثير من العاملين هناك. انه يعني مثلا جالنا مقترحات تعديدة بتقول انه يا جماعة لازم مثلا اقتراح في محافظة سوهاج مثلا على سبيل المثال، وكان متقدم به دكتور محمود ابو الخير. سافترض ان سوهاج دي، ده مثال، سوهاج دي فيها اكثر من نصف مليون مغترب في دول الخليج. لو افترضنا ان نصفهم فقط متواجدين حاليا بالمحافظة، يبقى في حوالي 250 الف مواطن عاوزين يطعموا، لانه هناك اشتراط انه لازم يتم التطعيم، وتقال انه من 1/8 هتفتح الابواب في الكويت على سبيل المثال. فلما اقول مثلا الناس دول موجودين النهارده في مركز مثلا زي مركز البليانه، في 25 الف واحد قرى التابعه لي يرغبون في التطعيم بلقاح فيروس كورونا مثلا. اي مركز تطعيم يا جماعه طاقته الاستيعابيه لا تتعدى تطعيم اكثر من 100 فرد في اليوم. لو حسبنا المعدل بحسبة بسيطة هنلاقي ان مركز زي مركز البليانة محتاج 250 يوم، يعني 8 شهور عشان يتم تطعيم المسافرين فيه بالجرعة الاولى فقط، في حين ان كل المسافرين عاوزين يطعموا في يوم واحد، والناس بتعمل مشاكل وكله عاوز يسافر والناس معذورة عشان ضيق الحال والرغبة في السفر من اجل اكل العيش، والناس عايزة تسافر قبل ما تخلص اقامتها. الناس دي ليها إقامة هناك وتأشير الدخول. الناس دي كلها مصدر دخلها هو السفر للخارج، وبعض البلدان العربية اشترطت دخول المسافرين ليها أنه يكون واخد جرعتي التطعيم بتاعته أو جرعة واحدة من لقاح جونسون اللي هو لسه ما جناش. عشان كده بيقترح النائب ويقترح الناس العاملين أنه ينشأ تطبيق آلي أو مميكن لتوثيق جرعة التطعيم للمسافرين منعا للإزدحام والتكدس أمام المصالح الحكومية. 2 زيادة عدد مراكز التطعيم عن طريق وزارة الصحة بكل مركز بما يتناسب مع عدد المسافرين. فبعض المراكز تحتاج أكثر من 8 مراكز تطعيم، ولتكن هذه المراكز في الوحدات الصحية مثلا مع توفير الطعوم اللازمة للتطعيم. 3 جعل التطعيم عن طريق بطاقة الرقم القومي وصورة الجواز وتأشيرة السفر عن طريق موقع وزارة الزراعة. حلا لمشكلة الجرعة الثانية، لأنك أنت لو جيت خدت جرعة مثلا هتبقى بعد 3 شهور، لأنه دي الحاجات المعترف بيها فايزر جونسون وغير ذلك من الأمور، استرازنكا، هم دول الثلاثة المعترفين بيهم، لكن الباقي مش معترف بيه في دول الخليج. يبقى إذن إحنا محتاجين جونسون. جونسون ده هياخدوا جرعة واحدة ويمشوا، لأن لو خدوا أي حاجة تانية بتحتاج لوقت لهذا الشكل. وزي ما بقول لكم الكويت قررت ان تفتح من 1/8، وشكاوي المصريين اللي موجودين هنا او اللي موجودين هناك كبيره جدا. فاتمنى بالفعل على وزاره الصحه سيده الدكتوره الوزيره هي متعاونه جدا، لكن اتمنى بالفعل ان احنا نعتبر دي قضيه مهمه جدا. انا عندي عماله قاعده هتروح عليها اقامتها، هتروح عليها تاشيرتها، لان انا لو قعدتهم هيقعدوا بست سبع شهور هيضيعوا. فاحنا محتاجين بالفعل مراكز تطعيم خاصة للناس دي، ونجيب جرعات جونسون ونديها لهم عشان هم اللي هيقدروا يعملوا ويحلوا هذه المشكلة عن طريق التطعيم، ويقدروا يسافروا ويقدروا يجدوا إمكانية في إقامتهم ما تضيعش عليهم، تأشيراتهم ما تنتهيش وغير ذلك من الأمور. طبعا ده يخليني أنتقل كمان لأزمة المنتدبين. أزمة المنتدبين رغم جهود الحل والانفراجة اللي حدثت في القضية دي، لكن البعض بيعاني في بعض المحافظات، مثلا محافظة شمال سيناء كثير من الناس يطلبون من السيد المحافظ مساعدة عمليات الانتداب، لأنه ما فيش الحقيقة يعني ناس كتير جدا بتعاني من مشاكل في هذا الوقت. عندنا شكوى أهالي منطقة مطار النزهة أرسلوا لنا شكاوي بخصوص إصدار قرارات بإخلاء منازلهم مقابل تعويضات من شركة الفطيم، ودي مسألة عاملة لهم مشكلة.
عندنا نداء إنساني من أسرة فتاة 30 عاما تعاني من مشكلات بالعيون ومحتاجة إلى تركيب عدسات، أظن عدسات صناعية، محتاجين هذا الموضوع. وإحنا لدينا بيانات هذه الفتاة أرسلتها إلينا النائبة شيماء حلاوة، وأتمنى بالفعل أن احنا نلاقي حل في هذا الموضوع. الأيام اللي فاتت الحقيقة عندنا مشكلة فيما يتعلق بموضوع الضرائب على الأراضي الزراعية لما حد يجي يبيعها، ودي مسألة عاملة جدل كبير جدا، وهناك حديث عن أن ذلك يتعارض مع القانون الصادر سنة 2005، وده عامل مشكلة لكثير من الناس. خلونا يعني نستضيف المستشار يحيى أدري عشان نسأله على هذا الموضوع. سيادة المستشار مساء الخير. خير يا فندم، أهلا أهلا بك يا فندم. هل القانون يخضع الأرض الزراعية لضريبة التصرفات كما هو وارد وكما هو يطبق الآن؟ لا يا فندم، لا يخضع الأرض الزراعية لضريبة التصرفات العقارية في ذاتها، ده ابتداء. نعم. وبالتالي لا يخضعها للضريبة على الأرباح التجارية التي تتعامل بها مصلحة الضرائب مع بائعي أو أصحاب الأراضي الزراعية إذا قاموا بالتصرف فيها بالإراض، مش يعني لو يمتلك 10 فدادين. نعم. باع فدان لفلان و5 فدادين لفلان و5 و4 لفلان، بتتصور مصلحة الضرائب، وده فكر ليس صحيحا ويتعارض مع الواقع والقانون. حضرتك بتكلم عن الأراضي الزراعية ولا الأراضي البور يا فندم؟ على الأراضي الزراعية يا فندم. نعم نعم. الأراضي الزراعية يا فندم أساسا بيع الأراضي الزراعية، الأراضي الزراعية إذا تم بيعها فهو عمل مدني لا يخضع للضريبة. هذا زي زراعة التصرف، لا تخضع الزراعة إلى الضريبة أو الأرباح الناجبة عن بيع المزروعات والفواكه إلى الضريبة من للفلاح أو صاحب الأرض اللي بيشتغلها، ده عمل مدني بحت. فإذا تصرف مالك الأرض الزراعية في الأرض بترى مصلحة الضرائب، إما أن يتصرف فيها جملة أو تعتبر تقسيم للأرض إذا باع لأكثر من شخص. نعم. طبعا هذا خطأ جسيم، لأن تقسيم الأراضي يستلزم اتخاذ إجراءات تقسيم مش البيع بحالتها وإن تعددت تعدد عدد المشترين. ومن ثم فالخناقة اللي دايرة حاليا صحيح. هي محاولة إخضاع بيع الأراضي الزراعية التي تتم لعديد من الأشخاص بحسبانها أرض مقسمة، والقانون يخضع تقسيم الأراضي، ولكن الواقع أن تقسيم الأراضي الزراعية لا يعد تقسيما. البيع لأكثر من شخص ليس تقسيما، فهو لم يدخل طرق داخل الأرض ولم يحولها إلى أحواض ثم تسري حقوق ارتفاق عليها، ليس هناك أمر من هذا الشكل. هي بتتباع كأرض زراعية كاملة، تصرف مدني لا يجوز إخضاعه للضريبة على التصرفات العقارية أو البيوع الخاضعة للضريبة بحسبانها أرباح تجارية. شكرا لك المستشار يحيى أدري، وإحنا نتمنى بالفعل مصلحة الضرائب أن ترد على مثل هذا الكلام وأنها تفسر، لأنه في حالات كتيرة الحقيقة بتعاني من هذا التفسير اللي بيقول عليه المستشار يحيى قدري تفسير خاطئ. فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى. احتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 من يونيو، هذه الثورة اللي وضعت حد لجماعة أرادت اختطاف البلد وأنقذت مصر من بين أيديهم. احنا شفنا أحداث عديدة وتفاصيل متعددة ومواقف في مواجهة الأكاذيب والخداع والزيف اللي كانت بتمارسه جماعة الإخوان
والجماعات الأخرى المساندة لها، لأن احنا اكتشفنا أن مش هم بس الإخوان، في آخرين متأخونين حتى من القوى المدنية والليبرالية. وأنا شفت في مجلس النواب كثير من الليبراليين اللي صدعوا دماغنا بالحديث عن الديمقراطية واحترام الآخر وعدم الإقصاء، كانوا هم اللي شايلين قانون العزل السياسي، وأذكر في ذلك النائب عمرو حمزاوي وغيره وعصام سلطان والمجموعات دي كلها، وكان بتدعمهم تيارات موجودة في مجلس النواب إن احنا نعمل عزل سياسي، نمشي فلان شفيق عمر سليمان. شفنا ده، شفنا بلد تعرض للخطف جهارة النهار. البلد ده كان بيعيش مرحلة خطيرة، كان الكل عنده يقين إن مصر تمضي إلى الهاوية وإن البلد هتضيع. شفنا ده في مراحل كثيرة ومتعددة، شفنا إزاي بيتم تأفيل أقسام الشرطة، التآمر على مؤسسات الدولة، التآمر على جهاز الأمن الوطني، التآمر على جهاز المخابرات العامة، التآمر على القوات المسلحة، التآمر على النشطاء السياسيين، التآمر على الأحزاب السياسية. كل من لم يكن داعما للإخوان كان هدفا في هذه الفترة التاريخية الصعبة. ده كان حكم الإخوان، الطريق إلى الهاوية. بالفعل الموضوع ما كانش يا جماعة مجرد طمس الهوية المصريين الوطنية، وإنما كان الهدف تفكيك مؤسسات الدولة، أخوانتها وإعادة تركيبها من جديد. وأنا متذكر لما بدأت الإخوان أو بدأ جماعة الإخوان تركز هجماتها على قواتنا المسلحة والشرطة وترتكب أفعال من شأنها تهديد الأمن القومي، كنا ندرك بالفعل في هذا الوقت إن الأمور بتمشي وتمضي نحو الهاوية، وإن كل التطورات اللي عشناها في هذه الفترة وكل الإدعاءات والأكاذيب والخطاب الممنهج اللي كان بيستهدف إن يوصل المواطن المصري إلى حد إن يطلع يقول ما فيش فايدة، إن إحنا خلاص ليس أمامنا خيار إلا أن نركع. وإحنا شفنا في هذا الوقت كثير من الإعلاميين ومن المسيسين والسياسيين قد إيه مواقفهم كانت ميعة، وقد إيه كانوا بيتراجعوا عن مواقف كثيرة وبيخافوا وكانوا يترددوا، وكانوا مع محمد مرسي ومع جماعة الإخوان إنه يعني ما فيش بعد كده. لكن كان في إعلام تاني بيقاتل وبيدافع جنبا إلى جنب مع قواته المسلحة وجنبا إلى جنب مع الشرطة المصرية الباسلة اللي وقفت بكل قوة وبكل جسارة رغم محاولات تفكيكها وإنهائها إلى الأبد. أنا يعني في أتذكر أنه في 11 إبريل 2011 كان الشارع المصري بيغلي نتيجة أشياء كثيرة جدا. في هذا الوقت بعد ما بدأنا نتكلم عن بيع قناة السويس ونعمل معاهدة أمن قومي، مش عارف معاهدة أمن مع إيران، كان الكلام ده لما جه أحمد النجات في 2 فبراير 2000 كان ده كان أبريل 2013 حقيقة. لما شفنا هذا الأمر حسينا أن البلد بتمضي إلى نفق مظلم. عشان كده الجيش المصري في الوقت ده كان حريص على أمن الدولة وأمن البلد، ويسعى دوما إلى إنذار محمد مرسي. وعايز أقول لكم للتاريخ، فريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام في هذا الوقت كان هو اللي بيحمي بكل قوة مصر من السقوط. يوم 11 إبريل 2013 طلب السيسي من محمد مرسي ضرورة الحضور إلى وزارة الدفاع عشان يفسر بعض المواقف اللي عاملة لبس قدام المجلس الأعلى للقوات المسلحة. مرسي في الوقت ده قالوا لا، تعالوا عندي في رئاسة الجمهورية. لكن الفريق أول عبد الفتاح السيسي أصر على أن يكون اللقاء بوزارة الدفاع، وبالفعل حضر محمد مرسي وعقد اللقاء في 11 فبراير 2013.
وخلال الاجتماع اللي استمر حوالي 4 ساعات واجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة محمد مرسي بكل صراحة ووضوح وشجاعة وجرأة مواقف متعددة. أولها رفض التفريط في التراب الوطني، خاصة بعد التصريحات اللي أطلقها أكثر من مسؤول إخواني على رأسهم المرشد السابق محمد مهدي عكف فيما يخص موضوع سيناء وحلايب وشلاتين، لما قالوا يعني ما يجوا يعملوا خيام عندنا، ولما قال حلايب وشلاتين احنا واحدة إسلامية واحدة وما فيش مشكلة، قالوا له حذروا ان التصريحات دي خطر وتضر بالأمن القومي المصري. 2 رفض تأجير منطقة قناة السويس، دي منطقة بمساحتها عسكرية ولكن في مشروعات تتعمل في مناطق محددة، هم كانوا فاتحين على البحر، وقالوا وطلبوا من مرسي وقالوا له لن نسمح ولا يجب أن يسمح بإقامة أي مشروعات في هذه المنطقة إلا بعد الرجوع للقوات المسلحة. قال لهم حاضر حاضر مرغبا. كان بيعمل إيه من ورا دي مع حاجة تانية ما عرفهاش. 3 التحذير من خطورة دفع البلاد نحو الحرب الأهلية عن طريق إقامة ميليشيات شعبية بهدف إحلال الميليشيات دي محل مؤسسات الدولة الأمنية، وده كان من شأنه أن أنت بتعمل ميليشيات غيرك هيعمل ميليشيات، وهنا تبدأ الحرب الأهلية وهنا تبدأ الفتنة الحقيقية. وأتذكر في الوقت ده احنا كلنا لما كنا بنتكلم ونقول يا جماعة ده عايزين يعملوا حاجة اسمها الشرطة الشعبية، وكنا نشوف الأولاد اللي ينزلوا بالموتوسيكلات في الشوارع وعلى الدائري يوقفوا الناس ويوقفوا العربيات وغيره، كانوا بيحلوا محل الشرطة. زي ما جه سليمان قاسمي وجه هنا وقعد في مطار القاهرة وقابل خيرت شاطر في هذا الوقت وقالوا اعملوا حاجة اسمها الحرس الثوري بديلا عن القوات المسلحة، وطلعوا القوات المسلحة من القاهرة عشان تأمنوا، والحرس الثوري ده يبقى من جماعتكم من الإخوان، حولوا الميليشيات بتاعتكم واللجان النوعية لأنها تمسك السلاح وتتولى هي إدارة الملفات داخل الدولة المصرية بأن يعسكروا في القاهرة ويطلعوا الجيش كله برا عشان تأمنوا كل ذلك الأمر. الحاجة الثالثة طلب السيسي من محمد مرسي وقف حملات الهجوم على الجيش المصري ووقف الادعاءات والاكاذيب اللي بيشوفوها بتستهدف الشرطه والقضاء والمخابرات العامه، خاصه بعد ما جه ابو العلا ماضي قابل مرسي ونقل عنه بان المخابرات العامه لديها جيش يتكون من 300,000 بلطجي، ودي كانت طامه كبرى كان الهدف منها هو ضرب جهاز المخابرات العامة، لأن جهاز المخابرات العامة زي ما انتوا عارفين ده جهاز معلومات، جهاز مهتم بقضايا الأمن القومي، جهاز مهتم بالتجسس، وهم كانوا عايزين ياخدوا كل الأوراق بتاعت حماس وغيره 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 اللي موجودة عندهم وياخدوا أوراقهم وملفاتهم باتصالاتهم الخارجية اللي كانت بتتم في هذا الوقت. فطلع أبو العلا ماضي قال والله أنا كنت مع محمد مرسي وأكد لي ان المخابرات العامه جندت 300,000 بلطجي. تعالوا نسمع كلام ابو العلا ماضي في هذا الامر. رئيس الجمهوريه هو اللي قال الكلام ده، يعني محمد مرسي هو اللي قال الكلام ده. لما يبقى رئيس الدوله المصريه بيتهم جهاز وطني زي المخابرات العامه بانه بيقوي 300,000 بلطجي، ما هو الهدف؟ عشان تعرفوا يا بتوع الديمقراطيه اللي بتصدعوا دماغنا كل يوم والتاني، ماذا كان يحاك لمصر في هذا الوقت؟ انت عايز تضرب المخابرات العامة تجيب لها الحجة دي 300,000 بلطجي، تعال بقى نجيب المخابرات العامة ونخش نفتش في الورق ونعمل ونسيطر ونهيمن. وانتوا عارفين في الوقت ده كانوا عايزين يجيبوا مين رئيس المخابرات العامة، كما تروح اسم عصام العريان انه يجي هو رئيس المخابرات العامة والبلتاجي يجي هو وزير الشرطة المصرية في هذا الوقت. كلام ده والشهادة دي اكبر ادانة لتنظيم الاخوان وللجماعة الذين كانوا يتحكمون في مصير هذا الشعب، ودي حلقة من حلقات متعددة شفناها، تارة بالشرطة المصرية تارة جهاز الأمن الوطني وقس على ذلك. وياما تحكينا حكايات، حكينا خير الشاطر كان ينزل ازاي يروح جهاز الأمن الوطني ويقول لهم مشوا الضابط ده، شيلوا القائد ده،
هاتوا مش عارف ايه واعملوا ايه وكذا، كانوا بيتحكموا في كيان الدولة يمكن حتى قبل ما بيوصلوا للحكم. يعني خيرت شاطر بمجرد ما طلع من السجن بدأ يمارس في ظل الفوضى ضغوطه على جهاز الأمن الوطني، وشفنا احنا عمليات الاقتحام التي لن ينساها التاريخ بأي حال من الأحوال. طبعا فريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة كان غاضب جدا من هذه الهجمات والإدعاءات، ويمكن في المؤتمر الصحفي القائد العام كان واضح ومحدد وكانت كلماته حاسمة وقوية، يعني عملت لنا يومها حالة من الارتياح الكبيرة جدا. وهكذا كان الجيش المصري في الفترة دي ينتقل من أزمة لأزمة، من مشكلة لمشكلة، بيحاول يلم الدنيا كلها. ويمكن المتابع لخطاب قواتنا المسلحة هيعرف قد إيه في الفترة دي كان في حكمة، إزاي أقدر أقول وأخد موقف محدد لا تراجع عنه، وإزاي أقدر أحتوي القوة السياسية في هذا الوقت بحيث أن أنا أدعم كيان الدولة. وأنا متذكر والله في هذا الوقت كان دعتني الكلية الحربية لإلقاء محاضرة فيها، ورحت الحقيقة لقيت السيد اللواء صبري يوسف، وده كان نائب مدير الكلية الحربية في انتظاري. أنا داخل وطبعا عارف إن في حكم الإخوان موجود في هذا الوقت. فأول ما شفت السيد اللواء صبري يوسف اللي هو بقى اليوران بتاع الرئيس بعد كده، بتاع الرئيس السيسي. فقلت له يا فندم حضرتك عارف موقفي من جماعة الإخوان، وأنا جاي هنا وعارف إن الإخوان هم اللي بيحكموا وأنا مش عايز أحرجكم. قال لي بالنص، اللي انت بتقوله بره هتقوله جوه، مفيش مشكله عندنا، عبر عن رايك بحريه واحنا على ثقه من انك تعبر لصالح الدوله المصريه. دخلت لقيت كل طلبه الكليه الحربيه والكليات الاخرى، كان حوالي 4000 طالب تقريبا، واتكلم بكل صراحه وبوضوح على جماعه الاخوان التي تحكم وتتحكم في البلاد، وانه قد حان الوقت لوضع حد لسيطره وهيمنه هذه الجماعه، وإن الشعب المصري لازم يشوف حل في ما يحدث. وعندما فتح الباب للحوار زي ما احنا عارفين المؤسسة العسكرية فيها يعني ديمقراطية حقيقية وحرية، وأنا بروح أدي محاضرات في الجيش وبشوف الناس دي إزاي بتتكلم بحرية وإزاي بتتكلم برؤية يعني عميقة في الفهم وفي خصوصا ما يتعلق بالأمن القومي للبلد. الضباط والطلاب اللي قاموا اتكلموا عن قالوا انتوا كنتوا بنقولوا قبل زمان علاقة السلطة بالثروة، نحن الآن لدينا فلان، لدينا حسن مالك، ولدينا كذا وخيرة الشاطر يتحكمون في المال، ولدينا جماعة الإخوان تتحكم في الدولة وغير ده. سمعنا، أنا سمعت كلام من الطلبة، طلبة الكلية الحربية والكليات الأخرى ومن الضباط، قلت مصر عمره ما حد هيخاف عليها طالما فيها هؤلاء الرجال في زمن الإخوان بيتكلموا بهذا الشكل. صحيح أن مرسي عرف عن طريق قرايبه، ما هو كان دخل مجموعة في الوقت ده وطلب من الشؤون المعنوية الله يستضيفوني مرة أخرى، لكن كان جيش مصر العظيم ده موقفه، موقف كل ضابط وكل جندي، الدفاع عن الدولة بغض النظر مين اللي بيحكم، الدفاع عن الشرعية الحقيقية اللي هي شرعية الشعب المصري، شرعية الحفاظ على الدولة الوطنية بمؤسساتها المختلفة، زي ما سيسي في أول يوم لما جه عند مرسي قال له أنا لا إخواني ولا سلفي، أول بعد ما أدى القسم أنا ابن المؤسسة العسكرية الوطنية المصرية. موقف واضح، مفيش وجهين، وجه واحد تعامل به القائد العام في هذه المرحلة بكل قوة وبكل جسارة وبدون خوف أو بدون تردد. أنا متذكر يا جماعة يوم 28 إبريل أقامت جامعة المستقبل احتفالاً بذكرى تحرير سيناء. متذكر إن أنا كنت برا فكلمني العقيد أحمد محمد علي وقال لي لازم تيجي. قلت يا فندم أنا برا وبدي محاضرات برا، قال لي لا لازم تيجي في هذا الوقت. جيت أول ما دخلت لقيت كل اللي موجودين ضد الإخوان. الكلام ده في 28 إبريل 2013 ومرسي موجود.
فكان مكاني جنب سيادة اللواء عباس كامل في الصف الثاني، وقدامي على طول الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وقاعد بسمع الكلام وشايف الناس وشايف مشاعر الناس. وانتوا عارفين في الفترة دي احنا كان عندنا احساس بان البلد خلاص اتخنقت، وبان احنا بنعيش أسوأ مرحلة تاريخية، وان الظلام مزحف على كل مكان. وكان جوانا دايما امل بان طالما جيشنا قوي وموجود بالتأكيد لن يترك الشعب المصري. وفعلا كان اليوم ده انا بسميه يوم بعث الامل في النفوس، لان القائد العام الفريق اول عبد الفتاح السيسي اعطانا امل. انا فاكر محمد فؤاد وهو بيعيط وهو بيسمع كلمات السيسي وبيكلمه وبيقول له في رساله من اخويا الشهيد اللي استشهد في حرب اكتوبر 73، ويرد عليه الرئيس السيسي ردا واضحا ومحددا دون تردد بكل صراحة وبكل وضوح. تعالوا نشوف من. نعم الشهيد إبراهيم فؤاد يقول لك خلي بالك من مصر يا فندم. أنا عايز أقول لكم إن خلي بالكم مصر محفوظة بالمصريين، بالمصريين، أيوة بالمصريين، لازم تكونوا عارفين كده، وإحنا جزء من المصريين. منذ هذا الوقت كان لدينا يقين ان مصر ام الدنيا هتبقى قد الدنيا، واللي انتم شايفينه النهارده ده بيأكد هذا الكلام. تصور لما رئيس او لما قائد عام للجيش المصري في ظل زمن الاخوان وليس امامه اي صوره ان يقول لك مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا، يعني بكره الواقع هيتغير. الكلمه دي كثير استغربها في هذا الوقت، يعني يا فندم ازاي يعني مصر ام الدنيا تمام بس هتبقى قد الدنيا ازاي في زمن الاخوان؟ لكنه كان على ثقة وإيمان حقيقي، وما كانش بيقول أي كلام، لا كلام احنا بقينا نشوفه دلوقتي على أرض الواقع. محمد فؤاد لما حلفه بأخوه الشهيد بضرورة الحفاظ على الوطن، أوعى تفتكروا أن الكلمة دي راحت من عقل الرئيس أو عقل القائد العام في هذا الوقت. في 2018 كان في احتفال اظن كان في نادي الجلاء برضه، وفي الاحتفال ده كان محمد فؤاد بيغني برضه. الرئيس السيسي فكره باللي حصل في 28 ابريل 2013. تعالوا نشوف. استاذ محمد استنى استنى، أنا بفكر الأستاذ محمد فؤاد والمجموعة اللي كانت موجودة في مسرح الجلاء من في 2013، من تقريبا من 5 سنين وشوية، وكانوا هم موجودين واحنا بنتكلم، وقلنا لهم ان احنا هنا، يعني احنا الجيش والشرطة، احنا هنا يعني ساعتها كنت انتوا بتقولوا يعني هتتخلوا عننا وهتسيبونا، فقلنا لكم هنموت ومش هنسيبكم، واحنا نفذنا عهدنا، بس انتوا كمان عليكوا عهد لينا، عليكوا عهد لينا، احنا انجزنا وعدنا وانتوا عليكوا تنجزوا عهدكم ووعدكم، زي ما احنا ما تخليناش انتوا كمان ما تتخلوش. انا بقول لك بس مش الحب مش هيعمل حاجة، الحب مش هيعمل حاجة، احنا كنا بنحب بلدنا
لكن لما حبيناها قدمنا نفسينا. لا دي مصر احسن مني وكل اللي فيها احسن مني. لا العفو. فانا بس بفكرك وبفكر كل المصريين بالايام ديت، بفكرهم قد ايه كانت الايام صعبه وكان الظلمه كبيره وكانش فيه امل والدوله كانت بتضيع، مهددين بحرب كبيره كلنا. النهارده بعد المده دي كلها بتمن وبدم الناس اللي احنا قاعدين دلوقتي وهم عند ربهم بدمهم وبأرواحهم، البلد بقت بلد وبقت صمدة وقوية وبفضل الله قادرة. أنا بس بفكرك إن لسه عليكوا عهد، كملوا عهدكم. شكرا جزيلا. طبعا كلام الرئيس السيسي نذكر الفنان محمد فؤاد بالوعد الذي قطعه الرئيس في 28 أبريل 2013، وإنكم لازم زي ما احنا بنوفي بالعهد أنتم أيضا لازم توفوا بالعهد كشعب مصر العظيم. وأنا متذكر قبل 25 يناير 2014 كنا في نادي الجلاء برضو وقمنا نتكلم ونطالب القائد العام للقوات المسلحة الفريق قوي عبد الفتاح السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة، وكانت الظروف في البلد صعبة للغاية، لا مؤسسات ولا انهيارات كثيرة واقتصاد منهار وغيره وغيره. سألنا سؤال، قال أنا بصحى الساعة 5، تقدروا تصحوا الساعة 5؟ كلنا قلنا تمام يا فندم. طبعا ما حدش بيصحى الساعة 5، لكنه يصحو الساعة 5 ويتحرك في كل المجالات ويبتدي يتصل بالوزراء والمسؤولين اللي بيبقوا قاعدين صاحيين ومنتظرين تعليمات اليوم، ويظل في مكتبه ولا ينام سوى ساعات محدودة. يا ترى احنا كشعب مصر العظيم قادرين نتواكب مع ده؟ طبعا شعب مصر كل يوم يثبت قدرته وقوته واحترامه لقيادته واستعداده للتضحية بلا حدود. وفي بعض الناس لا تتوقف عن التشكيك، الله مهما العمل يشككوا في كل كبيرة وصغيرة، لكن رئيس الدولة لا يعطي لمثل هذه الأمور أي اهتمام طالما أنها غير موضوعية ولا بتأثر في حاجة. اللي بيأثر فيه هو الشغل والإنجاز، احنا عملنا ايه وبكرة هنعمل ايه. وأنا بعتقد ان احنا بالفعل محتاجين في الفترة القادمة ان احنا كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض، وان احنا لما نرجع لتاريخنا ونشوف حصل ايه في الفترات الحالكة السواد هنعرف احنا بقينا ايه والفرق اللي حصل كان حجمه قد ايه في الفترات الصعبة التي تجرعنا فيها المرارة الحقيقية. فاصل ثم نعود إليكم لنكمل الحلقة معكم بعد الفاصل. في الوقت ده الحقيقة تحرك مجموعة من الشباب الوطنيين، محمود بدر ومحمد عبد العزيز وحسن شاهين ومي وهبة وغيرهم، الحقيقة عدد كبير، تحركوا وعملوا حملة تمرد كان الهدف هو جمع 15 مليون توقيع من أبناء الشعب المصري للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. نجحوا على فكرة في 10 أيام أنهم يجمعوا حوالي 2 مليون توقيع، وأنا متذكر محمود بدر جاني المكتب في هذا الوقت وكنا يعني وقعت الاستمارة وبدأنا يعني نتعاون مع كثيرين في أن الدنيا لازم توصل إلى هذا الحد، وبقوا الشباب الحقيقة بيتحركوا تحركات كبيرة في محافظات متعددة، وبقينا نشوف الشعب المصري كله أمضي استمارة التمرد. وهي دي كانت مسألة معنوية أكتر من كونها مادية محددة، إن احنا بنجيش الشعب المصري كله نقف وقفة عز في هذا الوقت.
في مقابل ده الإخوان أعطوا الإشارة عشان يبدأوا حملة هجوم ضد الشباب وضد جبهة الإنقاذ وضد كل من يحاول بالفعل أن يسقط الإخوان في هذا الوقت. طبعا كان في الوقت ده لو تتذكروا كان في حرب شحواء ضد القضاء، وبدأوا بالمستشار أحمد الزندي طبعا اللي كان واخد مواقف قوية جدا الحقيقة في هذا الوقت، وخصوصا بعد ما بدأ الكلام على ضرورة فصل 3500 قاضي وإنهم يجيبوا ويحلوا محلهم يعني محامين من الإخوان ويبقوا دول القضاء، وكانوا عايزين يقولوا مثلا من سن 65 نمشي بحيث يضربوا الكادر الأساسي بتاع قضاة مصر. طبعا الدنيا كانت مولعة في الوقت ده. وفي يوم الاثنين 20 مايو 2013 عقد مؤتمر دولي للقضاء بحضور رئيس الاتحاد العالمي للقضاء ورئيس نادي القضاء المصريين أحمد الزن، وصدر عن المؤتمر إدانة لسلوك حكم الإخوان. أنا فاكر رحت المؤتمر ده وأنا خارج وأنا داخل أظن كان في الفور سيزون، وأنا داخل قابلني اللي هو كان اسمه ممتاز، اللي هو ممتاز كان في شرطة السياحة في هذا الوقت أظن يعني، ومتذكر كلمة أنه بيقول لي ربنا هيوفقكم وربنا هينقذ البلد دي. وضابط شرطة، ما هو الشرطة من الشعب زي ما الجيش من الشعب، وكانت المشاعر اللي عندي هي نفس المشاعر اللي عند كثيرين. طب تعالوا نشوف ماذا قال المستشار أحمد الزند في المؤتمر الدولي للقضاء. كان مواقف قضاة مصر الحقيقة شيء يشرف وشيء محترم، وكان دوافعهم الوطنية واضحة وإصرارهم على استقلال القضاء يعني يناضلون من أجله بكل قوة. في الوقت ده من شهر أظن كان شهر في شهر تقريبا في يونيو الوزير الإخواني دكتور محمد علي بشر زار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق في منزله، وطلب منه الموافقة على صفقة بيعرضها عليه مكتب أرشاد الإخوان. الصفقة دي بتقول بتقضي بأن يتنازل المستشار عبد المجيد محمود عن دعواه بالطعن أمام محكمة النقض في قرار عزله، ويعلن اكتفاءه بحكم محكمة الاستئناف في مقابل أن يقوم محمد مرسي بإقالة النائب العام المعين اللي هو المستشار طلعت إبراهيم، ويتم اختيار نائب عام جديد يشارك المستشار عبد المجيد محمود في اختياره، وفي مقابل كده يقوم الإخوان بسحب مشروع قانون السلطة القضائية من أمام مجلس الشورى. ماذا كان رد المستشار عبد المجيد محمود الذي وقف بكل جرأة من أول يوم وكان له موقفه الواضح ضد جماعة الإخوان وضد محاولة الإساءة أو ضرب استقلالية السلطة القضائية؟ وأنا حكيت لكم في وقت سابق لما جابوا في يوم من الأيام محمد مرسي بعد أظن 10 أكتوبر 2012 بعد ما عزلوا أول مرة موضوع الفاتيكان ثم تراجع، وقال له يعني كل ما في الأمر أن أنا عايز بس تتصل بي تعلمني بكل قضية تيجي كل بلاغ يجي عندك. فقال المستشار عبد المجيد محمود بكل جسارة وبوضوح لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بالتدخل في شؤون النيابة العامة. ده حضرتك قال له طيب إذا كان عندك حساسية مني خلي المستشار محمود مكي هو اللي اتصل بيه. فردد المستشار عبد المجيد محمود نفس الكلام وقال لا تدخل ولا مساس بالسلطة القضائية. الحقيقة كانت موقف شجاعة وجريئة، وأنتوا شفتوا مرة دخل على الفضائيات وقال لما مرسي طلب منه اعتقالي أنا وعدد من الزملاء الآخرين ورفض بكل جسارة وبكل قوة، لهم ناس دي ما عملتش حاجة عشان أنا أقبض عليها، وكان معايا احنا في على التلفزيون وفي الفضائيات الأخرى واتكلم بشكل واضح وصريح. إيه قال لمحمد علي بشر الشرع عبد المجيد محمود؟ قال له الموضوع أكبر من عبد المجيد محمود لأن الأمر متعلق باستقلالية السلطة القضائية. وقال إذا كان لديك اقتراحات أو أي عرض فلتذهب به إلى نادي القضاء فهو صاحب القرار في هذا الشأن. بعدها طبعا بدأت حملة مسعورة جديدة ضد المستشار عبد المجيد محمود، وهذه المواقف التاريخية تحسب له، وأصر
حتى اليوم الأخير يوم ما صدر الحكم أظن في 2 يوليو 2013 حكم بعودته إلى مهام عمله كنائب عام، وانتظر إلى أن يأتي قرار التنفيذ وراح وقعد كم يوم كده وبعدين راح مقدم استقالته منعا للحركة. لكن قضاة مصر في هذه الفترة كانوا رأس حربة، زي المثقفين، زي التمرد، زي جبهة الإنقاذ، زي كل العناصر، زي الإعلام الوطني، الصحافة اللي كانوا واخدين موقف بكل قوة وبكل جسارة ضد الإخوان، وكانوا عامل مشجع ومهم على ثورة 30 يونيو جنبا إلى جنب مع المؤسسات المختلفة. الحقيقة بتذكر في الوقت ده كان في حادثة الجنود السبعة الذين اختطفوا في 16 مايو. الحادثة دي كشفت الجماعة بشكل كويس قوي، وأوضحت تورطهم في المؤامرة. لو تتذكروا الجنود السبعة دول كانوا في طريقهم من رفح للعريش، وكانوا بيرتدوا ملابس مدنية. تم إيقافهم عبر مسلحين ملثمين كان عندهم معلومات دقيقة عن الناس دي. خدوهم وكان معهم أسلحة ثقيلة ومضوا بهم إلى مكان مجهول. في الوقت ده طبعا أول ما اتذاع خبر الخطف وغيره، الوقت ده فريق أول عبد الفتاح السيسي دعا عدد من القادة العسكريين المعنيين وتم تدارس الموقف، وتم تشكيل خلية أزمة أدارت غرفة العمليات وحطت كل السيناريوهات المتوقعة. مرسي ولا كأنه حصلت حاجة، بيانات باهتة وكلام باهت. صدرت تعليمات من القائد العام للقوات المسلحة إلى اللواء أحمد وصفي اللي كان قائد الجيش الثاني في هذا الوقت بأن يحط القوات على أهبة الاستعداد. وفي هذا اليوم ألغى القائد العام كل مواعيده واجتماعاته وراح يتابع الحادث أول بأول. كان في شائعات طلعت في الوقت ده بتقول ان الرئيس مرسي ربما يستغل هذا الحدث عشان يعزل الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، ويعزل الفريق صدقي صبحي رئيس الاركان وعدد من قادة الجيش. ايه اللي حصل؟ طبعا الخطة كانت موجودة ومكتب الارشاد المعتمد ده كويس قوي. مصدر عسكري طلع واصدر بيان قال فيه ان الجيش لن يسمح بأن يستغل هذا الحادث لعزل الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بأي حال من الأحوال، وكانت رسالة للجماعة إياهم. جيش مصر مش هيفرط في قيادته، ومش أنتوا اللي هتيجوا وتدوا قرارات. في مساء ذات اليوم عقد اجتماع بقصر الاتحادية برئاسة محمد مرسي وحضور وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الداخلية اللي هو محمد إبراهيم، ورئيس المخابرات العامة كان في الوقت ده اللي هو رأفت شحاتة. وهم قاعدين مرسي كشف عن خطة التعامل مع الحادث، وهم قاعدين فوجئ الحاضرون بأنه بيطلع ورقة من جيبه فيها مطالب الخاطفين. ده لسه خاطفين الصبح فجر. إيه بقى مطالب الخاطفين؟ واحد، وقف هدم الأنفاق اللي بتربط بين رفح وغزة. كان الجيش في الوقت ده الفريق قوي عبد السيسي ادى تعليمات بانه لازم الانفاق دي تخلص لانها بتشكل خطر على الامن القومي وعلى المواد الغذائيه وغيره اللي بيتم، وعملت مليونيرات سواء من حماس او من الناس اللي موجوده في سيناء. وده قرار اصاب الاخوان اللي هم شغالين برضه في الموضوع ده بصدمه كبيره. 2، يطالب المختطفون ايضا برفع جميع الكمائن الامنيه والعسكريه اللي بتوجد في رفح والشيخ زويد عشان يبقوا براحتهم. 3، انسحاب الجيش والشرطة من بعض الأماكن الحيوية داخل سيناء اللي هم محددينها. 4، الإفراج عن جميع من اتهموا في تفجيرات طابة وشرم الشيخ والأزهر. 5، إصدار عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بالإعدام غيابيا. طبعا يعني شروط الإذعان، وقال محمد مرسي هو بيقراها بكل هدوء وأعصاب. طب منين جات لك يا عم الحاج؟ ما حدش عارف. فريق اول عبد الفتاح السيسي قال بشكل واضح احذر من خطوره الموقف،
وإن في حالة غليان داخل الجيش، ولا يمكن أن نقبل بالتفاوض مع الخاطفين، وإلا انفلتت الأوضاع في سيناء وبل في كل أنحاء البلاد. وقال إن هذا الحادث هو استكمال لخطة الإرهابيين لفرض سيطرتهم على سيناء، والجيش لن يقبل بذلك. طبعا مرسي كان رافض الكلام ده، لأنه كان بيتحرك وفق مخطط واضح. قال بكل هدوء أعصاب: لابد أن نعطي فرصة للحوار عشان نضمن حياة الجنود المختطفين. لا يا شيخ، عايز حوار مع الخاطفين عشان نضمن حياة المختطفين. الجميع اندهش، أي حوار مع هؤلاء الإرهابيين؟ إيه الحوار اللي هنعملوه؟ لم يكن مرسي مرتاحا لقرار الجيش في وقت سابق بهدم الأنفاق زي بقول لكم، لكنه لم يستطع الاعتراض، ترك الأمر لجماعة الإخوان اللي اشتغلت. السيسي استمر في موقفه، خاصة وأنه كان عارف أن الأنفاق دي بتستغل لغير مصلحة مصر. كان الجيش المصري يعي ويدرك أن الأنفاق أصبحت خطر على الأمن القومي، وعشان كده يوم الجمعة 17 مايو 2013 كانت رئاسة الجمهورية بقيادة محمد مرسي قد أصدرت بيانا أكدت فيه الحرص على سلامة الخاطفين والمخطوفين، وكانت دي هي الطامة الكبرى. بقت الناس في الشارع مذهولة، إيه سلامة الخاطفين والمخطوفين؟ هو أنت بتبحث عن سلامة الخاطفين؟ إيه يا عم الحاج في إيه؟ هو أنتوا عايزين إيه بالظبط؟ يبقى أنتوا اللي عاملين العملة دي. وكان الهدف هو عزل السيسي ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية. السيسي لم يعطي اهتماما لهذا الأمر، أعطى أوامره بنشر المعدات والمقاتلين في مناطق مهمة داخل سيناء استعدادا لخطة الحسم. ولما السيسي أبلغ محمد مرسي بأن الجيش عازم على تنفيذ مهمته لتحرير المخطوفين، مرسي قال له: أنا كلفت جهة هامة وسيادية بالحوار مع الخاطفين، وأنه تلقى ردود إيجابية سارة، وأنه خلال ساعات سيفرج عنهم. الجهة اللي كان بيتكلم عنها محمد مرسي هي مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان اللي عايز يتستر على العيال دي. في الاجتماع اللي حصل يوم 19 مايو 2013 بين مرسي ونفس القيادات اللي كانت معاه، كان نفس الكلام اللي بيتقال، مفيش جديد غير استنوا يا جماعة، اصبروا يا جماعة. لكن الجيش كان بياخد مواقف بالاستعداد لتحرير المخطوفين. في الوقت ده خرج القيادي الإخواني جمال حشمت وقال إن تعامل مؤسسة الرئاسة بالتفاوض مع الخاطفين إنما جاء حرصا من الرئيس مرسي على عدم إراقة الدماء. يا سلام، كلام زي الصح. وهكذا أدركنا أن جماعة الإخوان متورطة بشكل مباشر مع الخاطفين وتسعى إلى الحفاظ عليهم ووقف أي تحركات للجيش لتحرير الجنود المختطفين. ما أنت شفتوا أيامها على ما افتكر الفيديو اللي طلع يناشد مرسي وكذا ويتقول على القائد العام، لعبة كانت مفضوحة. في يوم 19 مايو عقدت الرئاسة اجتماع مع عدد من الأحزاب الدينية. مرسي أراد أن يوفر غطاء يعني سياسي لموقفه المتخاذل في هذا الوقت، فخرج محمد ياسين، ده كان قيادي بالجماعة الإسلامية في هذا الوقت، وبيقول ان في خلاف بين محمد مرسي وبين القوات المسلحه حول هذا الملف، بل وقال، واظن كان في قناه الحياه، انه اثناء النقاش مع الجهاديين في سيناء بعد حادث مقتل 16 جنديا في رفح، حددت القوات المسلحه مكان عدد من المسلحين كانوا على صله بالحادث وكادت تضربهم بالصواريخ، ولكن مرسي منع ذلك. على كل حال، زي ما بقول لكم، في الوقت ده تسرب إلى وسائل إعلام فيديو من الجنود المختطفين تم إرغامهم على تسجيله وأشادوا فيه بمحمد مرسي ووجهوا انتقادات إلى وزير الدفاع، وده أثار حالة غضب شديدة داخل البلاد وداخل القوات المسلحة. على كل حال، وزير الدفاع
قرر إنقاذ الجنود بأي ثمن. حدد الجيش منطقة الجنود في قرية صلاح الدين بالقرب من الجورة. تم إرسال فرقة مكافحة إرهاب تبع الشرطة ودوهم في طيارة حربية خاصة، وتقرر إرسال 50 مدرعة عسكرية إلى منطقة الجورة وصلاح الدين، وإغلاق جميع المحاور الرئيسية ومتابعة التحرك عبر الطائرات اللي كانت بتتجول في هذه المنطقة. نشر قوات صاعقة، قوات مظلات في جميع المحاور، كل الأجهزة الحربية والعامة والأمن الوطني والشرطة والجيش تعاونوا من أجل هذا الأمر، وتولى القائد العام متابعة كافة التفاصيل وتنفيذ الخطة. يوم الثلاث 21 مايو اللي هو أحمد الوصفي اللي هو كان مسؤول عن هذه العملية وكان قائد الجيش الثاني، يعني استدعى عدد من قيادات العملية وقال بلغوا ناس قريبين من الخاطفين إن أمامهم 24 ساعة وبعدها هتبدأ الحرب العنيفة ضد الجميع. طبعا ما التقاش التجاوب، ولكن كانت الرسالة هزتهم. في فجر اليوم التالي يوم الأربعاء 22 مايو بدأت العملية العسكرية واستمرت أكثر من 5 ساعات. وبعد ما تأكد الإخوان من جدية القوات المسلحة، خيرت شاطر أصدر تعليماته للخاطفين بالإفراج عن المختطفين، وبالفعل راحوا منفذوه كده وتركوهم في الصحراء وفروا هاربين. ولما وصل الجنود المحررين إلى سرية حراسة الحدود دي قريبة من بير لحفن، فوجئ قائد السرية بالجنود بيدخلوا عليه، فأبلغ اللواء أحمد وصفي قال له فندم في جنود جم وصلوا إلينا. اللواء أحمد وصفي على طول راح لهم ونقلهم بعد كده لقيادة العريش ولبسوهم ملابس عسكرية، وصدر التعليمات من فريق قوي عبد الفتاح السيسي بإذاعة الخبر. إذاع الخبر التعليمات كانت إن اللواء وصفي يصحب الجنود المحررين ومعهم عدد من قيادات المخابرات الحربية والعامة ووزارة الداخلية، ويجوا على قاعدة ألمازة على متن طائرة حربية خاصة. الطائرة وصلت في وقت مبكر وانتظرت لما مرسي قال لا ده أنا أروح أستقبلهم، وحضر مرسي وراح استقبلهم. قائد العام حضر بعد كده، وحضر عدد من القادة الرئيسيين، وكانت الخطة بتقول لما يوصلوا يجري نقلهم إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، إنما مرسي أصر على أنه ياخذ اللقطة ويستقبلهم، يعني يأتي القتيل ويمشي في جنازته. بعد الساعة 9 الصبح بقليل هبط الجنود وانتهى الأمر، وكان في مؤتمر صحفي يفترض أن يعقد في وزارة الدفاع، إنما مرسي قال لا تعالوا أعقدوه في الاتحادية. وأنا أفتكر يومها دعونا وما رحناش لهذا المؤتمر الصحفي، لكنه كان يسعى إلى أنه يعني يبان بالوجه الآخر بعد ما الجيش استطاع بقوته وضغوطه أن يتمكن من إجبار الخاطفين على ترك المخطوفين. ده فصل من الفصول التي عاشتها مصر في هذه الفترة. كان بطل كل هذه الفصول قائد وطني عظيم اسمه عبد الفتاح السيسي. الفصول الجاية هتشوفوا فيها حاجات كتير جدا، لكن علينا أن ندرك على يقين أن هذا القائد الوطني بوقفته كان بيتحدى دفاعا عن الوطن، كان ممكن يحصل أي حاجة ليه في هذا الوقت، لكنه كان يدرك تماما أن جيش مصر كله أبطال، وأنه لن يسمح لأحد كائن من كان بالتدخل في شؤون القوات المسلحة. لو تشوفوا إزاي أديرت أزمة زي دي تدركوا معنى أن يكون القائد وطنيا ويتحمل المسؤولية بكل جدارة وبكل قوة. ما شهدته مصر قبل 30 يونيو كانت ولادة متعسرة للحفاظ على الدولة الوطنية المصرية. ربما ينسى البعض أو يتناسى أحداثا جساما مرت بها مصر، لكن الذاكرة الوطنية لا يمكن لها أن تنسى أبدا ما حدث وما شهدته مصر في هذه الفترة. في الحلقة القادمة نكمل معكم سيناريو الأحداث التي
ثلاث عمليات اختطاف الجنود. نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله لنتابع معكم كل التطورات السياسية والاقتصادية والأوضاع المجتمعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.